أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد لآخر محطاتنا في هذا الصباح التي نخصصها للحديث عن مشاركة فلسطين في مسابقة اليوسيماس العالمية التي ستعقد هذا العام في ماليزيا. طبعا وذلك بعد تأهل عدة طلاب للمشاركة فيها لفوزهم طبعا في المسابقة الوطنية الرابعة في الذكاء العقلي يوسيماس التي طبعا جرت على مستوى الوطن. صحيح ديالا؟ صحيح. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع التحضيرات للمشاركة في المسابقة التي ستعقد في ماليزيا، نستضيف معنا الأستاذة بنان خليفة مدربة تطوير الوعي والإرادة، وآدم جولاني الحاصل على مركز الوصيف الثاني في المسابقة السمعية. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الصباحي. وخلينا نحكي بالبداية عن برنامج اليوسيماس وكيف تم إدخاله لفلسطين. صباحكم ورد. تمام، لما نمنا نحكي عن برنامج يوسيماس، هو أساساً برنامج عالمي أصله موجود بماليزيا. صاحب البرنامج اسمه دكتور دينو وونغ، أخذ براءة اختراع عالمية بسنة 94، إنه هو برنامج بيعمل على تنمية وتطوير المهارات العقلية الموجودة داخل الطفل. ولما نحكي مهارات عقلية يعني نحن بنحكي عن مهارة تركيز، سرعة، دقة، ملاحظة، استماع، ثقة بالنفس. هاي الأشياء الرئيسية اللي بدنا نعلمها لهذا الطفل. جميل. آدم، أول إشي صباح الخير. صباح النور. قديش عمرك آدم؟ 10 سنين. وقديش إلك بتشارك في اليوسيماس أو بتتعلم على هذا الإشي؟ سنتين ونص. سنتين ونص، كتير حلو. كيف كانت يعني تجربتك معاهم؟ حلوة أوليتها، بس هلأ صارت أحلى كتير. هلأ صارت أحلى. طب ليش آدم حبيت تدخل في اليوسيماس؟ لقيت انه بحسن فرضيات في المدرسه وحكون كثير شاطر واجيب يعني انه بكون منيح في المدرسه. يعني هلا صرت اشطر. خلينا نحكي صح. تمام. انت شاركت في المسابقه الوطنيه اللي صارت قبل كم من يوم في، واخذت انت الوصيف الثاني للمسابقه السمعيه. شو هذه المسابقه؟ احكي لنا عنها شوي. انه لما هم يعطونا لوحه وقلم وحاي، هم بنقلونا مسائل، بحكونا اكمل منزل واكمل سطر، بعدين هم بلشوا ينقلونا واحنا بنكتب الجواب وبنرفعه، واللي تم صح بتم قاعد، واللي بيكون غلط بيطلع بستنى لاخر واحد. يعني انت جبت الثاني. اه كثير حلو. طب بنان، خلينا نحكي عن هاي المسابقة. كيف بلشت بالمدارس وأي مدارس مشاركة فيها؟ يعني قد عددهم المدارس المشاركة؟ تمام. أولاً إحنا منتشرين عبر الوطن كلياته، يعني بتلاقي في كل محافظة إحنا موجودين فيها. في بيننا وبين وزارة التربية والتعليم كل الاحترام للدكتور صبري سيدم تعاون، بحيث في مدارس خاصة ورح يكون كمان عندنا المدارس الحكومية. طريقة الانتشار إنه إحنا نعرض على المدرسة من الأساس إنه في عنا برنامج معتمد ومرخص، إذا بتحبوا إنكم يشاركوا الأطفال فيه. في من ناحيتين، من ناحية منهج بيكون بداخل الحصص المدرسية اللي موجودة طول السنة، وفي منها بيكون ما بعد الدوام بالأفتر سكول أو بيوم العطلة الأسبوعية اللي إلهم. بكل منطقة من المناطق، يعني ما فيني أعدد لك المدارس اللي موجودة، ولكن يمكن خلينا نقول مثل آدم هو منضم لمدرسة دار الحكمة. في عنا طالبات فازوا من الرهبات مار يوسف برام الله، في عنا بالإسلامية بنابلس. يعني ما فيني أني أقعد أعدد لك إيش المناطق. في عنا بفلسطين الداخل أكثر من 24 فرع، يعني منتشرة. الحمد لله على مستوى فلسطين كلها. يعني بعد ما دخلتوا هذا المسابقة واليوسيماس وبرنامج اليوسيماس في المدارس، كيف لقيتوا أنه الطلاب هذا بعطيهم مهارات معينة في التركيز، في أنه مساعدتهم ممكن في إذا عندهم مشكلة في الرياضيات؟ كيف هذا البرنامج بيساعد الطالب وبحسن كمان من شخصيته وبعطيه ثقة في النفس؟ صحيح. شوفي، احنا في البدايه في ماجيك اباكس اللي هو معداد كبير ولكن بحجم اكبر، بنستخدمه بالصف، في فلاش كاردز، في نوتس، في اكثر من طريقه نحن بنعطي للطلاب فيها. بنبدا مع الطالب بهذا الابكس الصغير، انه احنا بنعلمه انه مجموعه من الخرزات اللي فوق عباره عن 5 واللي تحت عباره عن 1. بنبدا نعطيه مجموعه من المسائل البسيطه
بأول مستوى، بعدين لما هو يتعود على الطريقة اللي نحن بدنا إياها نبدأ نطلب منه إنه اترك هذا الأبكس على جنب وأنا بدي إياك إنك تتخيله. نحن بنعرف إنه أساس الإبداع هو الخيال. صحيح. أنا بدي الخيال عند هذا الطفل، فبتلاقينا بنبدأ نستخدم لغة الأرقام لأنها لغة الدماغ في التطور، عشان هيك أنا بدي الأرقام. ولكن الهدف الرئيسي كمان أنا من هذا الشيء اللي أنا بدي أعلمه، يا زي ما حضرتك تفضلتي، إني أنا بدي جهد أقل ونتائج أفضل. جهد بإيش؟ إنه حتى بدراسته، بالأشياء الواجبات اللي بيعملها، أنا بدي إياه يكون شوي ما يقضي عدد ساعات طويلة عشان هو بس يجيب معدل، لا. بعدين أنا بدي أعلمه مهارات. في فرق كبير ما بين المهارة وما بين التعلم اللي هو بتعلمه. صحيح. المهارة بيكبر الطالب فيها أو الطفل تكبر معاه وما بينساها، بينما المعلومات ممكن إنها هي تروح وتيجي معها. فهذا الإشي اللي كتير مهم بالنسبة لإلنا. طب شو رأيك تكسب الوقت؟ صحيح، وحبينا نشوف بناء على الإشي اللي حكته لازم يطبق. صحيح. يعني حكت لنا عن هذا اللوح اللي حكيت لنا إيش اسمه الأبكاس، بعد ما يتحطوه على جنب بصير يستخدم إيديه، فأنا إحنا شفناه تحت الهواء كيف ممكن بيعمل حركات معينة، فخلينا نشوف. تمام، إحنا بالأول بدنا نبلش بالأبكاس. لون كثير سمحت، بدي افرجيكي اني اعطيه بعضا من المسائل وبعدين انا بدي اقيم الابكس واخليه لوحده. تمام. تمام، انت اعطيني الجواب دايركت، اوكي؟ لما اقول لك ذات از ريدي لو سمحت. فيكي انه اذا بتحبوا حدا يتابع معنا. هذيك المره جبنا كالكوليتر، هاي المره نسينا، معناش نجيب على التليفون. احسبي على التليفون. يلا ريدي، بس انا مش سريعه ديري بالك، ف يعني خدي راحتك. ريدي. 190 - 35 + 44 = 199. صراحة أنا ركزت معه، بدي أشوف الطريقة اللي بيعمل فيها. ما تتحججي. لازم أنا أختم. ريدي. 244 55 100 = 399. 399. Next number 3 52 25 150. That is 227. لا 200. اوكي مش مشكلة، هلا احنا بدنا نحط هاي على جنب. تمام، وما بدنا اياها. هلا انا بدي اركز معك. اوكي يلا ريدي. يلا بس هلا هو رح يعمل بالتخيل انه هو يتخيل الابكس قدامه ويعمل لنا اياها. ريدي لو سمحت. يلا بس انا اللي اكون ريدي كمان. يلا ريدي. 146 - 26 + 25 = 145. لحقتي؟ لا لا انا مش بلحق. 145. next number 2 36 71 110. That is 217. آخر واحدة. أنا بدي أصوره صراحة. يلا. 145 55 32. That is 232. برافو عليك وحش. ممتاز أدم، يعني صراحة هذا ابداع، خلينا نحكي عبقريه، مش 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 شيء عادي. عشان اكون صادقه معك، احنا دائما بنقول يعني الاهالي والناس بس يتفرجوا وبنبسطوا على الارقام وانه هو ايش المستوى اللي له. صح. ولكن انا برجع بقول لك انا بدي هذا الطفل ينشا يكون في عنده مهارات، يكون في عنده عقليه، يكون في عنده هدف انا وين بدي اوصل. يكون في عنده كمان وقت لنفسه ولذاته انه يمارس الاشياء اللي هو بحبها. بدي تركيز عالي منه، بدي جهد اقل بدراسته، ويكون عايش حياه جميله وعنده هدف ايش هو بده يوصل. لا، في مراحل بتبلج فيها طبعا، في تطور للطفل اول ما يدخل اليو سي ماس، اول ما يدخل البرنامج لحد طبعا يناسب عمره والصف اللي هو موجود فيه. كيف التطور هذا بيكون على اي اساس؟ تمام، احنا بنحكي انه عندنا 10 مستويات بيو سي ماس. جميع الطلاب اللي بيبدأ عمرهم من 6 سنوات، طبعا عندنا بالروضة بيبدوا من 5 سنوات إذا كان داخل المنهج اللي لهم، ولكن من 6 سنوات لما يبدأوا بهذا العمر جميع الطلاب، يعني اللي عمره 6 سنين واللي عمره يمكن 10 سنين و12 سنة بياخدوا نفس الليفل.
لانه كيف السباحه احنا لما نعلم الاطفال فيها ولكن بتلاقي هذا الطفل بيسلك بسرعه وبياخذ عدد من الحصص اقل وواحد بياخذ اكثر، بس بيوسي ماس لا احنا بنعطيه المهاره هاي. ممكن تلاقي الاطفال بالبدايه اللي عمرهم صغير بيطولوا شوي على بين ما تبين هاي المهاره عندهم، عشان يعني بتبلشوا من الروضه عمرهم بالضبط، وبنبلش كمان من الروضه، فبيبدوا بعمر اقل ولكن بيطولوا شوي لبين ما تشوفي النتائج ليفوت صف اول، بس هو بيكون اريح له بصف اول. لما يكون اكبر شوي بتلاقي نتائج اسرع، بس بعد شوي لما يصعب المنهج عليهم بصيروا يتراجعوا، فاللي عمره 6 سنين بيفوز يمكن على عمر ال 10 سنين او 12 سنه. شوفي المهارات دائما نحن بنقول كل ما بلشتي فيها بعمر صغير كل ما كان افضل. صحيح. احيانا الاهالي ايش بيقولوا؟ بس يكبر ابني بعدين انا بدخله، حرام. لا احنا بنحكي العكس، دخله هو صغير الاشياء هاي هو بيتعود عليها لانه مثل العجينه. صحيح. ايش اصعب مرحله ممكن يوصلها الطالب في هذا المجال؟ اصعب، في اصعب، انت كل ما تمشي في مرحله بتكون اصعب ولا احلى؟ لا احلى. يعني هي بتضل نفس الاليه بس بتكبر الارقام. صحيح بتكبر كثير، بس انا بدي اقول لك شيء، هم بيوصلوا لمرحله انه بيستغني اصلا انه هو يعمل مثلا 5 4 2 يأشر بالاصابع اللي له. يعني نحن بنجبرهم في البدايه حتى نتاكد انه هو ما يعني بيعمل بخياله، بس بعد شوي هو بصير تلقاء نفسه هو بيلعب بهذا الابكس بطريقه حلوه. شوفي عند الاطفال يعني نحن لما نوصل ل خلينا نقول المستوى السادس او السابع او العاشر صعب ان نجيب الارقام بتخيلنا مثلهم، لا احنا حدنا يعني نوصل يعني تقولي ليفل 4 5 ماكسيمم، بعدين المدربه ما بصير تقدر، بينما هم الاطفال بصيروا يتفوقوا على المدربه انهم بيقدروا يجيبوا هاي الارقام. طب كيف ممكن بعدها هم يطوروا حالهم ما دام الاستاذ بهاي المرحله ممكن هو يوقف لمرحله معينه، كيف بعدها الطالب ممكن هو يطور حاله؟ تمام. شوفي هو بنعطيهم احنا اساسا كيف هو يعمل هاي المهاره. لما هو يتعلم انه يعمل هاي المهاره بصير عنده قدره عاليه انه مهما كانت الارقام اللي حواليه، ايش ما كانت السرعه اللي موجوده، لانه مثلا نحن بنعلمه على سرعه معينه انك لازم انت تسرع، بنفس الوقت يعني اذا انا بطلب منه تركيز واني احكي المعلومه بس مره واحده فقط وبطلب منه انه يعطيني اياها بوقت محدد وكمان بدي اياها تكون صحيحه، انا لازم اعلمه هاي المهارات. فانا بحاول اعلمه انه هو كيف يركز بالاول، بعدين كيف يسرع، بعدين كيف يعطيني المعلومه لمره واحده فقط لما يسمعها. فن الاستماع كثير من الفنون اللي رائعه بين اي شخصين انه هو اذا تعلمها. اهم شيء السمع. لو نحكي نرجع شوي عن نحكي عن المسابقه الوطنيه، نحكي عن تاهل الطلاب اللي هو من بيناتهم ادم وكمان قصي، احنا استضفناه بفتره سابقه في البرنامج وهو اخذ المركز الاول. نحكي شوي عن المسابقه وعن تاهل الطلاب. تمام. اولا بحكي لقصي ابو لبدي صباح الخير، ولجميع طلابنا اللي فازوا حتى هم يعني في تشامبيون وفي المركز الاول وفي المركز الثاني، فكلياتهم بنقول لهم صباح الخير لكم جميعا. شوفي التحضيرات للمسابقه الحلو فيها انه قبل ما تبدا المسابقه الوطنيه بيكون من مجهود الطالب، يعني بمعنى اصح ايش المهارات اللي انت تعلمتها معنا انت ضلك حاول اتدرب عليها بالمسابقه الوطنيه. في عنا نوعين من المسابقه. المسابقه الاولى البصريه انه 200 مساله حسابيه في 8 دقائق اللي بيحل اكبر عدد ممكن ولازم يوصل لمستوى معين او رينج معين، يعني مو اعلى واحد بس، لا هو لازم يوصل للهدف اللي احنا بدنا اياه. بيتاهل للمسابقه العالميه. بعدين المسابقة الثانية كمان اللي زي اللي تأهل فيها آدم اللي هي السمعية، إنه إحنا هو حر إنه بده يمسك الأبكس أو ما بده يمسك الأبكس، بنعطيه مجموعة من المسائل بيكون معهم لوح صغير بيكتب عليه خلال الفترة المحددة اللي له، وبالتنافس اللي بيضل صح بالنهاية بيحاولوا يتأهلوا. هو آدم ضل هو ولبنى الشنطور وما شاء الله عليهم، يعني ضلينا نعطي مجموعة كبيرة من المسائل لحد ما واحد فيهم اللي سبق الثاني في الإجابة مع أنه إجاباتهم كلهم صحيحة. كانت صحيحة. آدم إشياء معاك هدول هلأ بنشوفها، بس كنت حابة أسأل آدم بتفضل تستخدم الأبكس ولا لحالك؟ لا لحالي. ليش؟ أسهل ولا أسرع؟ لا أسرع وأسهل. أسرع وأسهل. لما أنا مش عارفة أهل تركزناش بس يعلمني هلأ بس نخلص بتعلمني كيف. قديش بس بياخد وقت لحتى يكتسبوا هاي المهارة؟ يعني
شو البداية خلينا يعني دائما احنا بنقول المهارات بتتبع ايش انا عندي. طبعا في عامل وراثي وفي عامل بيئي، ولكن اجمالا احنا بنقول للاهالي طبعا وعي الاهل وكمان وجوده في المدارس بيلعب دور كبير. دائما احنا بنقول اذا الطالب يعني مقبول ممكن بصير متوسط، اذا متوسط بصير جيد، اذا جيد بصير جيد جدا بتحصيله الاكاديمي بشخصيته بمهاراته بكل شيء لإله، اذا جيد جدا بصير ممتاز، ممتاز بصير جينيوس. يعني ما باجي اقول لك والله ولد كتير يعني عنده مهاراته او تعلمه شوي بمستوى جيد هو بده ينتقل للجينيوس مره واحده، هذا يعني كلام غير واقعي. نحن بنقدر نزيد من نسبه الابداع من عند الطفل لأن إحنا بنزيد المهارات اللي لإله، والإبداع أهم من الذكاء. أحياناً بيكونوا الطلاب يعني شوفي تنين، طالب ذكي جداً ولكن من كتر ما هو ذكي هو كمان ما بحب يدرس، ما بحب يعمل ولا أي شيء، وهذا ممكن لا سمح الله كمان يضيع. والنوع الثاني إنه هو أساساً كتير ضعيف وما عنده المهارات وما عنده نسبة الذكاء العالي، هذا بحاجة إنك أنت ترفعي لو درجة أو درجتين حتى يقدر يتماشى مع المواد اللي له والحياة. آدم شو اسمه هذا؟ المكعب الرباعي. طب شو ممكن تعمل انت تسالي بالاول ايش عنده مهارات ايش عندك بعدين هو ممكن يقول لك ايش يعمل ورينا ايش هو المهارات اللي عندك يا ادم اول شيء المهاره كره القدم والسباحه والكمبيوتر كره القدم والسباحه والكمبيوتر غير هذول طبعا بس بلاش الكمبيوتر ادم طيب ايش تكتب لنا في هذا انه هذا بنفكه ونعاود نركبه كم مره بس بطلع شكل حي طب انت بتكون حافظ كيف طريقة التركيبة ولا كيف يعني ايش كيف بتركبه بناء على ايش لا ابوي بيجيب لي اياهم بروح يعني بيعطيني اياهم احلهم اذا ما عرفتش بساعدني شويه وبعديها انا اذا حليته لحالهم هو يعني بصير يعني مبسوط طب يلا بتطول وانت تركبه ولا على السريع لا سريع لا هو لازم وقت يعني قديش لازم وقت يعني شوفي هو هذا بصراحه كل الاحترام لوالدته ووالده انه كمان يلا بلش ادم انه هم كمان يعني الحلو في الموضوع احيانا هذا الكلام اللي بنقوله للاهل كل الاحترام لكل الاهالي اللي موجودين عندنا ليوسي ماس ومدرباتي كمان انه قديهم عندهم وعي بحس انهم ما بيكتفوا بمهاره واحده هم بيعددوا المهارات فما بينشا هذا الطفل وبيكبر الا هو صار في عنده مجموعه كامله من هيكليته وشخصيته وطريقته وابداعه واهدافه بتلاقي قديش لما حكينا عن الاهل قديش بتلاقي انه الاهل لهم دور كثير كبير بالاضافه لليوسي ماس والمعلمات اللي بيعلموا اليوسي ماس قديش هذا مهم انه هو يقدر انه اذا ابنهم مثلا ما زبط هذا الموضوع انه لا يدعموه صحيح. مش انه يوقفوا انه انت مش شاطر لا انه يدعموه انه لا انت شاطر وبدك تعمل وبدك تتحدى حالك شوفي يعني هم الاهل المقسومين اسمين عشان اكون صادقه في اسم بضل خايف انه يعني احيانا ما بدهم يدخلوا بالمسابقه ما بدهم يدخلوا باشياء معينه خوف عليه خوف على مشاعره انه هو يفشل او ما يزبط او انه ما يجيب من الثلاث اوائل نحن دائما بنقول للاهل هذول بحاجه ان نقنعهم شوي انه يا جماعه بالعكس ابنك اذا ما تاهل وما خاض هاي التجربه هي وخلص اسم الله عليك شاطر إذا ما تأهل وما جرب حتى لو ما فاز هو عمره ما حينسقل وما حتتقوى شخصيته في أهل العكس تماما اللي بالعكس هم بيحطوا ابنهم بكل مكان وبقولوا له بالعكس يعني جرب وأنا مش مهم وأنا بشجعك معي في كتير صراحة الله يرضى عليهم من الأهالي لا هم مشجعين لإلهم إيدنا على إيدهم وأحيانا بجد بجد يعني في عنا أهالي هم اللي بيساعدونا كمان وهم اللي بيكونوا في عنا مجموعة من الطلاب كمان إحنا سبق وجبناهم بالسنوات السابقة مثل عيسى حمدان عيسى يعني أنهى التن ليفلز وخلص وبعدين شارك بالليسنينج رجع كمل فيها وبعدين بتأهل بعدين بصير ليدر يعني في عنا طلاب بالعكس يعني هو بلش هو يشتغل على حاله وكمان بإذاعة فبتلاقيهم بأكثر من شيء هو بيسقل شخصيته بيكون أفضل جميل آدم أهلك أنت بشجعوك كانت ماما تشجعني كنت وكانت مش ولاء السمان تشجعني وبابا وهذا وليد قبل المسابقة بأسبوعين بلشت هذا أنا كنت أنا زمان مش حاجة سماس وكنت أوليد 73 مسألة في 8 دقايق بعديها 80 بعديها 90 بعديها 100 بعديها 125
يعني بعديها 145 بعديها 155 اخر شيء يعني اكثر شيء ب 8 دقائق بتقدر تعمل 155. شو بتحكي لاهلك هلا هم عم بشوفوك عندنا في الاستوديو الكنترول، شو بتحكي لهم؟ انه شكرا عشان هم دعموني هي ومسؤولة وهذا انا مبسوط عشان انا فزت ولهذا هم راح يحدوني هدايا. هلا انت بدك تشارك كمان في ماليزيا؟ طب كيف تحضيراتك هلا؟ كيف خايف؟ متشجع؟ تدرب؟ اه انا ابوي جاب لي طابعة كبيرة عشان اتمنى اتدرب. وبعديها هاي ببلش بتدرب بعد ما اوصل متل سريع. تمام ست ميلان، لو نحكي هلا شوي عشان ضيق الوقت، نحكي عن تحضيراتكم للمشاركه في ماليزيا. في ماليزيا للمسابقه. تمام، شوفي اول شيء احنا بنتواصل مع الاهالي لنرتب امور السفر كلها والبروتوكول اللي له، بالتوازي معها ان بنتواصل معهم كمان مع الطفل، بنعمل اجتماع لهم بنقولهم كيف يتابعوا بالتدريب. كمان احنا بنحاول ان نتابع الطفل انه مثلا على الاقل يجي لنا يومين بالاسبوع بحيث انه نعطيه نماذج ونحكي له ايش الطريقه اللي بتكون. بعد هالمرحله الثالثه انه بنطلب كمان من المدرسة اللي بيكون فيها هذا الطفل إنه وقت الفرصة أو وقت اجتماع معين لإلهم إنه نحطه في نفس الجو اللي ممكن يكون فيه غريب بعيد عن أجواء كمان المسابقة حتى يشوف كيف الأجواء ممكن تكون بماليزيا. بنحاول نأهلهم نفسيا وكمان أكاديميا إنهم يكونوا على قد حالهم، وكمان إنه لو انت يعني احنا دائما بنقولهم ان شاء الله الفوز والنجاح، بس احنا عندنا 30 ولد مؤهلين ممكن يطلع منهم 20 او 25 لسه ما تحدد العدد النهائي للطلاب اللي بدهم يطلعوا اللي هم الفايزين. تعرفي هو راح يكون اختياري لهم، الشامبيون هم كلهم طالعين، ولكن الباقيين بيصير اختياري لإلهم بالمركز الأول والثاني. فبتلاقيهم في منهم كتير متشجعين وبيبدأوا يحضروا حالهم وريلاكس، يعني أهم شيء أنهم يكونوا ريلاكس. كنت حابة أسأل قبل ما نختم هاي الفقرة أنه أنتوا لما بتتوجهوا للمدارس عشان يشاركوا معكم بهذه المسابقة، هل بيكون في أساتذة خلينا نحكي من داخل المدرسة هم المسؤولين عن الطلبة بتدريبهم، ولا أنتوا بتقدموا يعني أنتوا بتبعثوا معلمين خاصين ليدربوهم، ولا بيجوا لعندكم؟ يعني هاي الآلية كيف بتم؟ تمام. وكيف بتدربوا المدربين لحتى يدربوا الأطفال؟ تمام، يعني هو المسؤول عن التدريب عنا أنا وست صفاء عبدية بكل فلسطين، جميع المدربين بيخضعوا انهم يجوا عنا هون، والمدربين اللي بيوصلوا لمرحله معينه ممكن هم كمان يسافروا وياخذوا كمان دوره تاهيليه حتى يكونوا على قد حالهم. بيخضع المدرب بالاول لدوره نظريه وبعدين عمليه لا تقل عن 3 شهور عملي حتى هو يتمكن من التدريب اللي له. هذا بالنسبه للطاقم عنا والتدريب، وفيها متابعات اسبوعيه دائما عن كل طالب ايش هو الانجاز وقديش هو بيوصل. هاي الخطوة الأولى اللي من ناحيتنا. الخطوة الثانية إن إحنا بنتوجه للمدارس بنقولهم إنه إحنا في عندنا برنامج إنترناشنال تابعين لماليزيا كذا وكذا، وهي تفصيلاته. وطبعاً الحمد لله لأنه في نجاح عالي وفي تخريج طلاب وفي مسابقات عم بتصير وفي شيء يعني بتشوفيه بعينك، فصار في ثقة بيننا وبين المدارس أكثر. أنا سوري صوتي مبح شوي كنت تعبانه. فبنبدأ نحكي للمدرسة إنه إذا أنتوا بتحبوا في منهج وفي ما بعد الدوام أو يوم العطل الأسبوعي. المدرسة بدورها بتتعاون معنا، بتخبر الأهالي وإحنا بنشرح كمان للأهالي، واللي بيرغب بتسجيل ابنه بيسجل عنا وبصير بشكل دائم وبشكل سنوي إنه متابعات ما بيننا وبينهم. فريق العمل اللي عنا هو اللي بيروح للمدرسة وبيعطيهم الأشياء اللازمة وبالتعاون مع المدرسة. يعني شكرا لك ست بنان، شكرا لك. لهون بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا الصباحي، بنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقة، أكيد نستناكم بكرة أكيد بنفس الموعد. شكرا لكل ضيوفنا وشكرا كمان لكم مشاهدينا، نلقاكم غدا، إلى اللقاء.